اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، وما زلنا لليوم الثاني على التوالي بنعمل مع بعض كحك العيد والغريبه والبتفور والمعمول والبسكويت والبرازي، تفاصيل كتيره في موضوع الكحك، ودي عادات مصريه بتتورث للاجيال ويا رب ديمها علينا نعمه. كل بيت فاتح دلوقتي بيعمل الكحك، الجار لجاره، نتبادل الاطباق الحلوه اذا كان فيها بسكويت او كحك او غريبه. امبارح عملنا الكحك بالتفاصيل كلها، وعملنا كحكه العيله وشفناها وقلبت الدنيا على السوشيال ميديا. ريحناكم ان انتوا تعملوا كميات كحكه كده بتلمنا كلنا وناكلها زي الفل، وسميتها كحكه العيله. النهارده هعمل الغريبه والبرازي والبتيفور وبسكويت النشادر، اربع حاجات. ابقى كذاب لو قلت عملت دول كلهم في 40 دقيقه. عشان نتكلم الصراحه، تفاصيل بتاعه الحاجات الاربعه دولت ولاد عم، في عامل مشترك بينهم اتنين، يعني في نسب بينهم في حاجتين، الاب والام. ايه هما؟ الدقيق والسمنه. في الاربعه واحد، دقيق وسمنه في المقادير بكميات مختلفه، ولكن التفاصيل بين الاربعه. البسكويت النشادر بيخشوا في المقادير بتاعه العجينه بيض وحليب، اما البتيفور اللي معاه الكاكاو هنا بيخشوا كاكاو وبيض وسكر باودر، ده بالنسبه للبتيفور. اما الغريبه بيخش لها حاجتين، بياض بيضه وسكر باودر. نيجي للبرازي، حبيبه قلبي بقى اللي انا بحبها شخصيا، لانها لما نيجي نخش في المكونات بتاعتها بنلاقي فستق حلبي وسمسم. السمسم يعني طحينه، يعني حلاوه طحينيه، يعني اوميجا 3، يعني زيت السمسم، الروعه الصين، كل ده. فانا بحب البرازي اللي لطيفه وجميله وحاجه مقرمشه كده وبتدوب بسرعه مع كوبايه قهوه الصبح، كوبايه شاي، وتغنينا عن كل ده. فركزوا معايا النهارده، هعمل لكم البرازي بتفاصيلها. اخواننا الشوام بيعملوها جامده جدا، الكيلو غالي فيها. اذا كانت هي بالفستق الحلبي بيبقى سعرها غالي شويه، اذا بالسمسم بس بيبقى سعرها اقل شويه. تفاصيل كتيره النهارده في اربع حاجات ولاد عم، عامل مشترك بينهم الدقيق والسمنه الاثنين زي الفل، ولكن في تفاصيل كتيره زي دايما ما بقول من بدايه الشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين، رمضان في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل. احنا كمان عندنا على شاشه القناه الاولى تفاصيل كتيره لعمل كحك وبسكويت العيد. كل سنه وانتم طيبين، اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الدنيا زحمه هنا بصراحه، يعني انا لو مكانكم كده فين البسكويت يا شيف؟ فين الغريب؟ انا عندي طولة بال للجو ده، معاك حق. هنستاذن مخرجنا الجميل، هو على فكره شاطر في عمايل البسكويت قوي، لانه اتدخل معايا في تفاصيل كتيره في البسكويت، واضح ان هو بيعمل بسكوت حلو. اول حاجه انا هعمل دلوقتي البرازي، علشان هي عجينه حلوه وانا حابب اعملها لحضراتكم، ولو تسمعوا بنصيحتي وتاخدوا بنصيحتي لو بتحبوني يعني اعملوها في من ضمن الحاجات وركزوا فيها شويه. معانا البرازي. ايه هي البرازي يا شيف؟ دي عجينه بسكويت لطيفه وجميله بتتميز بان فيها اتنين مكسرات، فستق وسمسم، ممكن تكتفي عن واحد منهم مفيش مشكله. مقاديرها على الشاشه. برازي بالفستق الحلبي عباره عن دقيق وسمنه، يعني قد ايه؟ كوبايتين من الدقيق بياخدوا كوب سمنه او كوب الا ربع من السمنه. وبنعجن العجينه، واضافه الخميره ده اختياري، ممكن ما نضيفهاش حسب نوعيه الدقيق. ومعانا فستق حلبي وسمسم. السر في السمسم، هنشوف هنعمله ازاي علشان ما يتحرقش مننا واحنا بنسوي البرازي. المقادير سهله جدا، هنبدا ان احنا نشيل الحاجات دي كده على جنب ونشتغل في البرازي اللي انا حابب ان حضراتكم تعملوها من ضمن الحاجات اللي بنعملها في كحك العيد. اول حاجه السمسم معايا هنا هشتغل فيه الاول. هناخد السمسم ده كده ونحطه في البوله بتاعتنا، نحضره يعني، بيكون نص تحميصه زي ده كده بالشكل ده كده، بنحط عليه شويه سكر بودر على السمسم بالشكل ده كده، ونقلبه قوي بالسكر البودر. في حاله تقليبه يا عم الشيف بنحط عليه شويه عسل، ده السبس يعني معلقه عسل تقريبا، ونلمه بايدينا كده. السمسم لو ما ظبطش في موضوع البرازي، البرازي مش هتظبط معاك. ونفلفل السمسم ده بالعسل النحل ده. شفت ازاي؟ حاجه جديده، جربوها كده وهتعجبكم.
لازم السمسم ده يختلط بالعسل كله كده. اتن افلفل فيه كده وبسبس فيه كده لغايه لما السمسم يرجع لشكله الطبيعي. ونريح نفسنا شويه من الكحك والبسكويت ونعمل حاجه جديده. ايه المشكله؟ ده السمسم بتاع البرازي بالشكل كده. حطيت سمنه، سوري، حطيت سكر بودر وحطيت عسل نحل. ما عندكيش عسل حط شربات بتاع الكنافه اللي بقى عندك. اكيد عندك شربات كنافه وشربات بسبوسه، شربات بلح الشام، الحاجات دي كلها احنا عملناها. شفت السمسم رجع ازاي؟ كده السمسم انا حضرته لعجينه البرازي بالشكل ده كده. حلو قوي. نمسك ايدينا ننضفها كده، وهقول لك على علامه حلوه تعرفي انك انت جاهزه. اعتبري ديت العجينه، اول ما تحط ايدك كده شفت ازاي مسكت اهي اهي اهي. بصي معناته ان احنا لما نحط العجينه هتمسك في ايدينا كده. البرازي السمسم جاهز، نخليه على جنب، والفستق جاهز معانا. تعالوا نعمل العجينه بتاعه البرازي واحنا مع بعض واحده واحده كده. مقاديرها دقيق وسمنه. العيار قد ايه يا شيف؟ دقيق وسمنه. كوبايتين من الدقيق بياخدوا كوب الا ربع من السمنه، ممكن كوبايه مفيش مشكله حسب الرغبه. هنعجنها مع بعض على الطاوله دي. ادي الدقيق بتاعها، بس خلينا كده نستعد. انا محضر لكم كل حاجه علشان التفاصيل دي مطلوبه، ومعانا الرخامه بتاعتنا واسعه زي الفل. ادي الدقيق اهوت، حلوين دول كفايه. بنحط عليهم السمنه، ونمسك يا عم الشيف السمنه دي نقلبها مع الدقيق، وناخد الشويه دول كمان زي الفل، ونقلب ده كده مع بعض. دي البرازي مش دي ما يدخلهاش ميه خالص، خلي بالك. دي بتتعجن بالسمنه البلدي، وكل ما جبت سمنه نوعيتها كويسه كل ما كانت معاك زي الفل. افلفل كده الدقيق. شفتي لازم كده. دي البرازي اهي. هتقولي لي لازم تخش عجان؟ انا بحب اشتغل بايدي. ليه بايدك يا شيف؟ عشان احس بنعمه ربنا. السمنه الحلوه بتشم ريحتها وشمخيتها كده وانت شغاله، وخاصه سمنه الصعيد والريف المصري الحلو. احنا فينا طبيعه كده لما بنزور. لغايه دلوقتي اختي لما بتجيني بتجيب لي سمنه بلدي، تقول لي عشان لما تعمل رز معمر، عارفه ان انا بحب الرز المعمر. شفتي؟ السمنه البلدي. شفتي الدقيق راح فين؟ زي ما انا شغال كده. ولازم السمنه تكون بدرجه حراره المطبخ. مطبخك حار، حطها في التلاجه شويه. سر من اسرار نجاح البسكويت، من نجاح الغريبه، من نجاح البتيفور، لازم تكون السمنه طريه وبدرجه حراره المطبخ، يعني بدرجه حراره التبريد يعني. حطها في التلاجه. نلم العجينه دي كده. هتتلم ازاي بقى العجينه دي يا عم الشيف؟ واحده واحده كده احنا مع بعض. بقى لقيت عسل صغير، بس خلاص. وننزل بالسكر البودر عليها، حلو، ونقلب. طريت معايا العجينه سهله خالص. هتلم العجينه دي كده، ومعانا فستق ومعانا سمسم محضرينه. هنمسك نكور العجينه دي كده كور صغيره قد صفار البيضه، ونضغط عليها باطراف ايدينا، واحده تشيل فستق وواحده تشيل سمسم. هلم العجينه كده واحطها في كاسرولا. تفرمي فيها بايدك كده لغايه لما تضربي صوابع ايدك فيها تعلم. زي ما انا شغال كده. اهي شفت البرازق بتاعتك اهي اهي بالشكل ده كده. اهي شفتي؟ اهي زي الفل. البعض بيعمل ايه جماعه الحلوانيه بقى؟ بيحطوا العجينه دي في التلاجه تريح شويه، مثلا نص ساعه من الوقت، وبعد كده تطلعها تقلبها. وطول ما هم بيقلبوا فيها بتسخد العجينه بين ايديهم، تطلع معانا العجينه بتاعت البراز. حطها في كاسرولة ونشتغل مع بعض.
بقت العجينه جاهزه معايا. طالما ايدك نضيفها منها كده هتبقى العجينه زي الفل. اهو هبدا ايه دلوقتي اشتغل وانا شغال مع حضراتكم واحده واحده. اهو معانا السمسم، معانا الفستق والحلبي. نجيب طبق حلو كده للفستق والحلبي واسع عشان نخش في التفاصيل. اللهم صل على النبي. اهو ده الفستق. تعالوا نشتغل مع بعض برازي. ازاي يا عم الشيف؟ نجيب صاج. فين الصاجات؟ اهي الحمد لله اللي هنغمس فيها. صاج داخل وصاج طالع زي الفل. نحطها هنا كده قدام عينينا والسمسم جاهز. وناخد واحده كده اهي الفها بايدي كده. شفت وجه حاططها على الفستق الحلبي كده وضغط عليها اهي. دي واحده اهي. شفت وجع السمسم كده اهو. اه عيني. اه حاضر اهو. طب نعمل واحده كده واحنا شغالين مع بعض. اهو تاني برزقايا واحده واحده اهو. ندورها بايدينا كده اهو اهو. ونيجي حاطينها على الفستق الحلبي كده. شالت فستق اهي بصي. وعلى الناحيه الثانيه سمسم يعني اوميجا 3 اهو. وزي ما هي كده اهي. شفت البرازي؟ حاجه سهله ولطيفه، لا عجانه ولا مفرمه بتاعت زمان. وكنت ابويا الله يرحمه يقول لي تعالى يا واد اسمع كلام والدتك واشتغل بالمفرمه وعملت عضلات. كل الحاجات دي كلها وارد نعملها، بس خلونا نعمل حاجه شويه حديث اهو. طبعا هطلع فاصل انا واعيش مع البرازي اللي بالسمسم واللي بالفستق والحلبي. حلو الكلام. ولكن قبل الفاصل عايز انوه عن حاجه مهمه جدا. دايما بيكون عندنا اجتماع كده مع فريق العمل قبل ما بنطلع الهوا لافكار جديده. فاحنا قلنا الاطفال الحلوين ايه ذنبهم في السمنه البلدي والدقيق وبسكويت وكحك والغلبه اللي احنا فيها ديت. فانا بكره عندي عيديه مني للاطفال الحلوين، مش مصاري مش فلوس، لا هنعمل لهم حلويات طفوليه. اللي هو التفاح يتعمل بالكراميل، فراوله بالكراميل، فراوله بالشوكولاته، هنعمل لهم الكب كيك بكل انواعه، المافن بكل انواعه، يعني الدوناتس كمان المقلي الجميل الحلو، اريحك تعمليه في قلب الزيت كده لطيف وتحط عليه سكر بودر او تحط عليه كريمه السكر زي ما انت عايزه. هنعمل افكار بسيطه وسهله بكره للاطفال الحلوين. ودي عيديه من الشيف المغازي لكل الاطفال اللي بيحبوا اكله ام. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وفي هنا يعني خبره طهويه شويه. انا خلصت عجينه البرازي، معايا صاجة اهوت صينية فيها السمسم باين وفيها الفستق الحلبي باين. معايا اخواتي وحبايبي فرسان التلفزيون المصري الاساتذة المصورين. شفتوا البرازي في قلب الصاج ازاي؟ دي عايزة درجة حرارة فرن مش 180، يعني مش كل يوم نقول 180، لا درجة حرارة الفرن النهاردة هتبقى 160 وتتحط في الفرن بالشكل ده كده. اه دي ما تتغرفش غير بعد ما تستوي وتبرد زي الكحك بالظبط. هتدخلها الفرن اه مع بعض. اه مكانها هنا في أرضية الفرن كده اهي زي الفل. دي البرازي اهي. نبص عليها بصه. نقفل الفرن، فيها الفستق والسمسم. نفس العجينه هشيل الفستق واشيل السمسم من هنا، ونفس العجينه هحولها البيتي فور. اه واحده واحده مع حضراتكم كده عشان تفهموا قصه كحك العيد وايه حكايه كحك العيد وايه التفاصيل بتاعته. نفس العجينه معايا اهي 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 عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. اه حلو الكلام. اه فيها السمنه وفيها كل حاجه حلوة. كل قصة هعمل ايه؟ البتيفور سوري نفس العجينة هعملها غريبة، أنا آسف جدا. نفس المكونات اللي كانت معايا الباقي من العجينة هحولها لغريبة. إيه مقادير الغريبة يا أستاذة رحاب؟ نطلع بعد إذنك بمقاديرها. عبارة عن دقيق وسمنة وبياض بيضة. حلو الكلام. وشوية فانيليا. أهي دي الغريبة. أهي نفس العجينة اللي كانت في إيدي من شوية. والمقادير على واحدة واحدة. احنا ماشيين بالنظام ده علشان ايه حضراتكم يبقى الايه التفاصيل سهلة وبسيطة. حطيت دقيق كوبايتين من الدقيق نفس المقادير بتاعة الأولى، وحطيت كوب إلا ربع من السمنة وخليه كوب مفيش مشكلة. والسمنة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ أو طلعها من التلاجة تبقى لطيفة وجميلة. معايا بالشكل ده كده وأقلبها. أهو أنا خدت دلوقتي بياض البيضة بحرفية كده، واخد بياض البيضة ده كده اكمل بيه عجين الغريبة. اه موضوع سهل. نفس العجينة اللي كانت معايا من شوية بتاعت البرازي. اه والعجينة بتاعتي بتاعت الغريبة في ايدي ناعمة، حطيت لها سكر بودر زيادة. اه شفت العجينة بقت طرية ازاي وبيضت معايا ازاي؟ اهو اهو. ليه حطيت بياض يا شيف؟ الغريبة لما بنعملها شفت العجينة بقت عاملة ازاي؟ اهي تختلف بقى. شفت العجينه اهي 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 برسم فيها خريطه وانا شغال. اهو 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 حلو. اشيل كده
واخد العجينه دي دلوقتي مع حضراتكم كده واحده واحده اهي. دي العجينه بتاعته الغريبه اهي بالشكل ده كده اه. وما تستعجلش كتير، وجود بياض البيضه في العجينه ما بيخليش الغريبه تشقق منك، ولكن الحرفيه بتاعت اخواننا الحلوانيه واللي بنى مصر حلواني بناخد ما بيحطوش بياض بيض، بيستغنوا عن بياض البيض وبيعملوا ايه يا عم الشيف؟ بيحطوها في التلاجه. حلو الكلام؟ اه بيحطوها في التلاجه، تقوم السمنه تشد وتبداوا تقطعوا فيها زي ما انتوا عايزين كده. العجينه معايا اهي زي الفل، بجيب صاج بعد كده نقطع كده بلاش الغريبه اهي، شفتوا التقطيعه دي كده اهو 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 اهو، تبقى قطعيه واحده كده اهو اهو اهو، وانا شغال كده اهو اهو. اخواننا الشوام يعملوها كده اهو كده، يعني تبقى ايه باحجام، دول بيشتغلوا بالجرام، انما انت في البيت ما عندكيش هنا اسعار ولا الكيلو بجنيه ولا الكيلو بخمسه، خلي بالك اهو. ويوزنوها كده تبقى الحته بس بتعمل 50 جرام 20 جرام، انما خلي ايدك فيها بركه. حلو الكلام؟ زي ما انا شغال كده اهو اهو اهو. حلو؟ الحاجات دي في البيت تبقى لطيفه وحلوه. اه عملت من النص كوبايتين دي عملت طبق غريبه يعمل 2 كيلو اه، الفها كده بالشكل ده كده اه غريبه كده. الغريبه جاهزه معايا، هجيب صاج كده زي ده هنا. حلو الكلام؟ لا مفيش بيض خالص. حلو حلو الغريبه معايا هي زي الفل، شايفين انا بعمل ايه؟ بعمل شويه كده وبعد كده هنحط عليها فستق، حبيت فستق، حبيت لوز، معايا لوز هنا اهوت زي الفل. تقشر اللوز، في البعض بيحط اللوزه بقشرتها زي ما انت عايزه، اي حاجه تطلع من بين ايدك حلوه. والكعك حلو ليه؟ والبسكويت حلو ليه؟ لانه لما بنعجنه بايدينا بيطلع الدفء والحب من بين اصابع الايد وكفوف الايد، عشان كده بنصح كل ام تعمله في البيت، ما تشتروهوش من بره، مع ان كل محلات الحلويات صحابي وحبايبي وبياكلونه كنافه وبسبوسه ببلاش، بس انا مع كحك العيد يتعمل في البيت، بسكويت العيد يتعمل في البيت، الغريبه تتعمل في البيت، البرازل اللي في الفرن دي تتعمل في البيت وهكذا. نطلع فاصل؟ طب خلونا احط فوزدو انا على الغريبه وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وما زالت التفاصيل معانا في عبايل كحك العيد وبسكويت العيد وغريبه العيد والبيتفور والبرازل. عيني حاضر. تعالوا بقى مع بعض نشوف نفس المكان اللي بعجن فيه. على فكره انا قبل ما اطلع الهواء فريق العمل يعني بيقول لي يا شيف مغازي انت جاي النهارده يعني ما فيش دار ولا في ريحه بصل ولا توب، مش بيقول لك اللي بنى مصر في الاصل حلواني؟ فمعايا الاستاذه ريحان بتقول لي على فكره انت حبيت الموضوع، قلت لها بكره في حلويات اطفال ويوم الجمعه هنعمل سمك، هنعمل ايه بقى؟ نخش على الجمبري والحاجات بتاعه السمك. فانا بحب الشغل بتاع الحلويات ده، لطيف وجميل كده وحاجه يعني ما فيهوش زحمه. الفل فيه غريبه دلوقتي بتستوي. اه عينيا بص على الغريبه، شوفوا الغريبه عامله ايه. درجه حراره الفرن هنا بتبقى قليله جدا، ما بتقعدش في الفرن اكتر من 10 دقائق. الغريبه الناعمه، بياض البيض، ممكن نحط فستق حلبي. خلينا نخش على اللي بعده، فستق الحلبي على الغريبة أو لوز أو فول سوداني زي ما احنا عايزين. طب تعالوا مع بعض الغريبة من القلب قريبة، تعالوا نشوف البتفور هنعمله ازاي. البتفور مقاديره كالآتي، نطلع بيها يا أستاذ رحاب بعد إذنك. مقادير البتفور، كوبين من الدقيق، بنعجن العجينة بيضة نقسمها نصين، نص بتاخد كاكاو ونص نخليها أبيض. أنا هعمل لكم البتفور النهاردة بالطريقة السهلة والبسيطة. معانا شوية شوكولاتة فرسيك كده، شوكولاته حمراء شوكولاته بيضاء، عندنا جوز الهند، عندنا شوكولاته عاديه سايبه، فهنلون بقى الموضوع البتفور ده زي ما احنا عايزين، نحط عليه كريز احمر، نحط عليه مربى زي ما احنا عايزين. نعمين ومعانا فانيليا، دي المقادير بتاعته. حلو الكلام؟ مقادير العجينه بتاعت البتفور عشان وقتنا من ذهب،
العجينه نفس العجينه اللي انا عجينها من شويه اهيت زي الفل اهي العجينه اهي تحط في التلاجة كده لو درجه حراره المطبخ عاليه شويه. حلو الكلام. وهنقطعها نصين يا عم الشيف. نقطع العجينه دي نصين. اه معانا نص ده هنخليه كده اللي على اليمين ده نخليه وناخد النص ده كده. شفت العجينه طالعه من الثلاجه ازاي؟ اول ما تشم ريحه الايد والدعكه بتاعه الايد والحراره بتاعه الايد هتلاقي العجينه دي طريت معاك. نحط عليها كاكاو. حلو زي الفل. ونقلبها شويه معلش. اه حبيت دي اعملها مع حضراتكم كده واحده واحده. اه 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 شفت الكاكاو بهدل الدنيا. اه اه زي الفل. هتاخد لون الكاكاو وتتلم بالكاكاو. هتقول لي يا شيف مغازل نشفت معاك؟ سهله بسيطه، شويه سمنه بلدي من ايدك الحلوه تحط عليها كده وتقلبيها. اه اه ونكمل بقيه الايه الموضوع. اه واحنا مع بعض. اه انا عايزك لما تخش المطبخ زي الشيف ما هو شغال كده تبقي انت عارفه بتعملي ايه. الفهم بيريح خلي بالك. وما تشتغليش بمقادير بقى والله وموضوع ان احنا الكوبايه صغيره لا، ولكن نصيحتي للعيار برضو عشان المبتدئين مش كل الناس هتبقى عندها الخبره العريقه ديت. انت هتعملي الكوبايه اللي تعايري بيها الدقيق تعايري بيها السمنه، الكوبايه اللي تعايري بيها الدقيق تعايري بيها السكر، الكوبايه اللي تعايري بيها الاساس الدقيق تعايري بيها بقيه المواد كلها. اه ده نصيحتي ليكي. اه شفت العجينه؟ اه عجينه البوتفور خلاص خدت الشوكولاته بقت لونين. هنفرد دلوقتي كل واحده لوحديها ونحط الاثنين على بعض ونلفهم رولز ونقطعها. ده البوتفور بدل ما نحط واحده على الثانيه. اه احنا هنحط الاثنين جوه بعض. اه الشوكولاته دي تتلم كده. اه هلم العجينه بالشكل ده كده واخليها على جنب واروق الدنيا دي كده هنا واحده واحده. اهو اخبار القريبه ايه؟ جامده. اه انا هطلعها من الفرن كده جاهزه. اه نبص عليها كده. انا ما بحبهاش محمره، لو بتحمر بتبقى زي البسكويت. انا عايز احطها ببق الدوب كده. اه القريبه دي معجونه بسكر ومعجونه بسمنه. اه بالشكل ده كده. وحبيت اللوز على فكره ما بتحمرش، بتبقى لونها ابيض كده لطيف. اه خلاها فين؟ خلاها فين؟ خلاها هنا. اهي. حلو الكلام؟ ومعانا غريبة على فكرة ومعانا ايه كل حاجة. أنا هروق الدنيا دي كده سريعاً عشان عايز أفرد العجينة. إحنا اتفقنا من البداية وقت البرنامج بتاعنا بنقدر نعمل فيه اللي نقدر نقول عليه، ولكن نصايحنا والمعلومات اللي بنقولها لعمال البسكويت والكحك لازم نحطها على باب التلاجة. يعني تبقى قدامنا على طول واحنا شغالين. اه هنفرد العجينه مع بعض بنشابه. اللهم صل على النبي. عجينه البتيفور ونشوف ازاي نعمل البتيفور بطريقه سهله. هتعجن على الشوكولاته يا شيف ناجن، ما كلها حلويات خلي بالك. ده بس الكل. العجينه معايا زي الفل اهيت. بفرد الاول كل واحده على حده دي كده اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ونفرد دي كده بشكل مستطيل يعني 30 مثلا في 60. حلو تمام. كل ما تسخن كل ما تلاقي السمنه دي فكت. شفت العجينه غير الاول. اه 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 ده الطبيعي. اه اه المسام بتاعتها بتقفل معاكي. اه زي الفل. هنعمل ايه يا شيف؟ هنقطع كده بقى معانا شكل مستطيل وليكن بالشكل ده كده. نشيل العجينة دي على جنب. ممكن نعملها بسكويت، نعملها بتفرية صغيرة وناخد دي كده نفرتها لوحديها. اللهم صل على النبي. اهو عجينة الشوكولاتة ناخد منها شكل برضو نفس الشكل ده كده.
حاجات سهلة ولطيفة، وانك الموضوع مش موضوع كحك العيد وموضوع سمنة، ما ممكن احنا نلاقي البروتين ده ونلاقي الحلويات دي في اي حاجة بناكلها في اي مكان كان، مفيش مشكلة. ولكن ان احنا نقعد في البيت ونعمل الحاجات ده والاطفال يشاركونا، والعروسة الحلوة اللي هتتجوز بعد شهر تشاركنا، والعروسة الحلوة اللي اتجوزت تشاركنا، ده حاجات بتتورث لاجيالنا واولادنا وحبايبنا، وبيعرفوا ان احنا لازم نعمل الحاجات الحلوة دي طبعا، وعلشان كمان يبقى في صلة رحم وفي حب وفي تواصل وفي أخذ. اللي ما بيكلمش جاره يجي الكحك يلاقي الباب بيخبط، طبق كحك حلو، طبق بسكويت حلو، شيل ده كده، اللهم صل على النبي، ونشيل ده كده ونشيل ده كده وناخد دي كده هنا، ونلم العجينه دي نستخدمها تاني على فكره بالشكل ده كده. ما تترميش، انا ضد ان الحاجه تترمي، خلي بالك الحاجه دي بفلوس. عجنتين معانا هما زي الفل، واشيل دي بالراحه كده زي ما هي كده، تتحط هنا مكانها هنا. خلي بالك واللي فيها كده. واعمل ايه بقى؟ اشيل ده كده من هنا. معايا التفاصيل مخرجنا الجميل، مفيش النهارده لا بصل ولا طماطم. هلفها كده بالراحه، بتفور بطريقه سهله. هي العجينه لما بتريح وبتسخن بتطرى على بعضيها. بالراحه خالص كده. تفاصيل اهي 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 بالراحه اهو. ولازم تكون واحده اقصر من الثانيه كده شويه عشان العجينه تلحم. والفها، بتفور بطريقه سهله خالص، ولفوا على بعضه كده. هتتبطط العجينه تبقى ايه كبيره شويه معايا. وانا شغال كده. شفت ايديا؟ عجينه فيها سمنه ودقيق الطبيعي عينيا. زي الفل يا عم الشيف. هنجيب سكينه مشرشره. ونجيب صاج حلو عشان هنغبس فيه دلوقتي. حلوه، وسكينه مشرشره معانا موجوده معانا اهي، وصاج حلو. فين يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. وليكن ده مثلا. معلش هناخد ده كده، نيجي كده. دي كلها افكار علشان انا بريحك من الموضوع. شفت البوتفور هيطلع ازاي؟ حلوه، نفس القصه. يعني تقريبا 5 مللي 3 مللي. ده درجة حرارة الفرن، نفس موضوع الغريبة 120 130 بالكتير. والعين شوافة. يعني ايه العين شوافة؟ انت قدامك الفرن بتاعك وأدرى بيه، عارف ايه مفاتيحه. خلي بالك، فسيبك من موضوع 20 و 140 و 160 والجو ده كده. شوية بتفور بيتكلموا مصري. عيني وانا مخلص زي الفل، احنا عايزين نشوف الحاجه الحلوه بس كده. عندنا البيتفور معمول اشكال والوان، وعندنا كمان بيتفور معمول ساده، وعندنا شويه غريبه معموله بالشوكولاه. على فكره ممكن تعملها بالشوكولاه، يعني بدل ما تعمليها كده الغريبه بتعمليها بيضه زي طالعه معانا كده، ممكن نعملها بالشوكولاه. الحاجات دي كلها تفاصيل معانا. ممكن نعمل حاجه حلوه كمان هنا، بصوا كده، بص عليها كده برنس قبل ما نخلص. بنحط في الشوكولاته دي كده اهو، ونحطها في الشوكولاته الفرنسيه كده اهو. افكار بسيطه وسهله اهي، ونحطها تاني هنا كده، تاني كمان واحده اهي بالشوكولاته، وتطلع على الشوكولاته دي كده اهو. دي الحاجات دي مطلوبه اهو، ونفس القصه هنا كده اهو، نحطها في الشوكولاته الحلوه. انا بحب الشوكولاته الغامقه بالشكل ده كده اهو. طب في العسل، ويجعل ايامنا عسل اهو، تنزل في العسل وبعد تنزل في الشوكولاته. اللي مش عايز الشوكولاته يحطها في العسل اهو بالشكل ده كده اهو. دي التفاصيل الصغيره. تاني في العسل، بحب العسل انا. نفس الموضوع. ومعانا غريبه
دي طبعا لازم تتاكل بعد ايه ما تبرد، تتغرف في الصينيه بعد ما تبرد. طيب وعندنا البوتفور ده يتحط في الفرن في درجه حراره 180 يطلع معاك زي الفل زي ما هو كده بألف هنا وشفا. التفاصيل بتاعته اهي. حلو الكلام. في حاجه ناقصه النهارده؟ بكره يوم الاطفال ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين زي الفل تمام كله. احنا عايز بس اقول حاجه قبل ما تخلص الحلقه بتاعتي عشان قالوا لي معاك دقيقه، موضوع الكحك وموضوع البسكويت يعني عشان اعمله ونشتغل مع بعض احنا محتاجين حلقه مدتها 4 ساعات. نبدا مع بعض نحضر وندخل الفرن ونشوف السجات الطالعه والسجات الداخله والجو اللي احنا عارفينه ده كده عشان نتكلم المصداقيه، وانتوا عارفين متعودين على شاشه القناه الاولى المصداقيه والشفافيه. ولكن انا في الوقت المسموح بيا المسموح لي ان انا اشرح التفاصيل واتكلم عن حاجات ممكن تواجهنا ومشاكل نحلها واحنا شغالين. الغريبه لما تحط لها بياض بيضه في العجينه وما تعجنهاش كتير ما تخليهاش تشقى منك بتبقى ناعمه، وتكتر السكر البودر 400 جرام سكر بودر او كوبايه الا ربع مع نص كوب من السمنه مع 1 كوب من الدقيق، ده مقادير شويه غريبه حلوين لاسره صغيره. مقادير بسكويت النشادر 2 كوباية دقيق بياخدوا كوبايه سمنه يا ست الكل، بياخدوا 2 بيضه نص كوب من الحليب، وعندنا النشادر وعندنا شويه بيكنج باودر والخميره بيطلع معاكي احلى بسكويت. اما نيجي لموضوع البرازي اللطيفه الحلوه اللي هي عباره عن دقيق وسمنه، بتتعجن العجينه بنحط لها السكر البودر بعدين، معلقتين شربات او معلقتين عسل عشان العجينه تلم، وبنحطها شويه في الفستق وشويه فين في السمس، وهي معانا هنا زي الفل. حاجات التفاصيل ديت لازم حضراتكم تعرفوها علشان مهم جدا ان احنا مش نشتري كحك العيد، ان احنا نعمله في البيت. ونصيحه مني من شيب بيحبكم، يفضل انك تعملي كحك العيد في البيت بكل تفاصيله. شايفين اللي عندنا الكاونتر مليان، معانا الاخراج ومعانا الاساتذه المصورين، ده استعراض للصوره الحلوه. انتظروا مني بكره ان شاء الله هديه للاطفال الحلوين، هنعمل لكم حلقه يا اطفالنا يا حلوين، والكل ام بتتابعنا دلوقتي عندها اولادها. الحلقه بتاعت بكره انا خصصتها حلويات طفوليه، يا ريت نرجع لايام الطفوله الحلوه اللي بنلعب مع بعض ونتباهى مع بعض بالعيد ولبس العيد، ويرجع ربنا ايامنا كلها عيد ان شاء الله. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.